السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة، كل يوم السبت الساعة 12:30 ظهرا على قناة الصحة والجمال. النهاردة هبتدي أول فقرة صحتنا في معلومة، يعني إيه ما نستناش على طول داخلين إيه المشاكل يا جماعة، وأنا إيه اللي خلاني أختار الحلقة دي بالذات أو الجزئية دي في الفقرة، إن إحنا في الشتاء يقول لك الشتاء بيحب الأكل. موضوع الشتاء بيحب الاكل ده عامل مشاكل، الناس بتاكل الوجبه فوق الوجبه ومش عارفين ينظموا وقتهم امتى، فعندك المشاكل اللي بتنتج بالظبط حموضه في المعده وارتجاع في المريء، يبقى نايم طول الليل مش قادر، انا تعبان جدا، انا مش قادر اتنفس، في حرقان هنا، انا مش قادر اكل، يصحى تاني يوم ملوش نفس، مزاجه متعكر، مش حابب الحياه عموما. بس احنا في صباح الحياه صباحنا غير، هنقول بسرعه الطرق بسرعه اللي تؤدي ليه، يعني طرق على المدى القصير وطرق على المدى الطويل. طيب ايه الفكره اصلا؟ ناخد حته كده معلش نفهم حموضه المعده او حمض المعده ال HCL ده بيعمل ايه. ده بيهضم اللحمه ويحولها لاحماض امينيه عشان تبقى سهله الهضم، تمام كده. طيب وبعدين عندنا برضو الاملاح المعدنيه، بيساعد برضو الكلام ده كله في يعني في عمل يعني حمض المعده باختصار هو الاساس في العملية الهضمية. لو حصل فيه مشكلة خف حمض المعدة أو حصلت مشاكل منه زاد عن حده من خلال أكلات معينة، بينقلب أو بيقلب العيان إلى ضده، ضد الأكشن اللي اتخلق عشانه، ما بيبقاش قادر يشوف حاله، ما بيبقاش قادر يتابع الدنيا، ما بيبقاش هو بس تعبان عايز أخد أدوية لحموضة المعدة، أنا تعبان جدا الحقوني، ويجي بقى في اي وصفه، يسمع بقى التلفزيون يروح ياخد حموضه المعده من نفسه، دواء حموضه المعده، يروح للصيدلي، يروح للدكتور، المهم حياته مش مظبوطه. طيب ايه الفكره في الموضوع ده كله؟ طيب يا جماعه احنا بس هندي نصايح قصيره الاجل على السريع. لو جالك حرقان المعده او حرقان في المعده، طيب عايزين نعرف الاسباب قبل ما نقول برضو، عشان في ناس تاخد بالها لو في سبب من الاسباب دي عندها تتوقع حموضه المعده او ارتفاع حمض المعده وارتجاع المريء. اول حاجه لبس البناطيل الضيقه، تاني حاجه لبس الكورسيه للستات اللي بتحب تبان يعني تلوك يعني زي القمر وكده، لبس الكورسيه بيخلي حمض المعده اللي في المعده يطلع فوق، هيروح فين؟ مش هيروح في حته لانك حابسه بالكرسي. طيب ايه تاني؟ عندنا ارتفاع الضغط العصبي، لما الكورتيزون يعلى حمض المعده بيقل، فيجي لك حموضه بعد الاكل، تقول حاجه تسد النفس وانت بتاكل، متضايق من مشكله الاكل مش مظبوط، يجي لك ارتفاع حمض المعده ويعمل لك ارتجاع في المريء. طيب في اسباب تانيه في بالنسبه للبنات في فتره الحمل، يعني اللي هو المتزوجات، وبالنسبة للبنات في فترة الدورة الشهرية برضو بيحصل مشاكل في حموضة المعدة، وبالتالي بتحصل يعني ارتجاع في المريء، أو بتحس إن الحمض طلع بره عن مساره اللي هو المعدة. طيب احنا طبعا يعني احنا عارفين أهمية حمض المعدة، إنه بيقتل أي ميكروبس أو أي بكتيريا بتيجي في المعدة من ضمن الحاجات والخصائص بتاعته. طب لما أنت تيجي تأثر عليه زي إيه؟ كرش، الناس اللي عندها كرش تحت الدهون عامله يعني تحت البطن او كده، او تحت السره بالتحديد الكرش او فوق، يعني احنا طبعا عارفين اللي انا عايزه اوصله ايه، ده بيرجع المعده هتروح فين؟ يقوم الحمض راجع عامل لك ارتجاع في المريء وانت نايم او حتى بعد اي اكله. في حلول بقى، في حلول طبعا، انا هنا عشان احل ومن غير ادويه، انا ما بتكلمش في ادويه، ولكن بتكلم عن حاجات ربنا خالقها طبيعيا هنمشي عليها. الحلول قصيره الاجل، أول حاجة خل التفاح، لو معلقتين خل تفاح على كوباية مية، ومش كل يوم. ليه؟ ده بيساعد على إن الحمض المعدة يهدى شوية، الحمض اللي هو الارتجاع، العملية اللي عاملة لك حرقان هنا يعني الفتحة اللي بين المعدة والمريء فيها مشكلة، اللوك بتاعها، القفل ده لما بيجي يعلى عن الحاجات، الأسباب اللي احنا قلنا عليها، بسبب الأسباب اللي قلنا عليها، ده جزء من الأسباب وليست كل الأسباب. طيب هتروح فين؟ هترجع تاني تتعبك. طيب خلاص، يبقى خل تفاح. تاني حاجة من الحاجات الجميلة جدا لو ضفنا نسب منها، البابونج والعرقسوس والزنجبيل. طيب في نسب نسب اللي عنده قرحه في المعده اصلا او اي حاجه لازم الزنجبيل يتاخد بنسب لانه حامي اصلا. فلو خدنا حته صغيره زنجبيل فريش على شويه بابونج، تمام، على شويه عرقسوس كده جميل قوي قبل الوجبات او بين الوجبات. قبل الوجبات او بين الوجبات مش بعد الوجبه، وبعد الوجبه انت اكلت تمام وعمليه الهضم شغاله سواء في تواجد ال HCL او حمض المعده او لا. المهم عندك مشكله بعد الاكل، انت قبل الاكل تمام بتاخد الحاجه دي كوبايتين او بين الوجبات، خلاص كده خدنا الحاجه دي. طيب طيب اللي عنده مشاكل في الضغط، عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل القلب، يبتعد عن العرقسوس. في بدائل طبعا، في بدائل. النعناع الناشف يبقى 3 حاجات بنضيفهم على بعض، 3 حاجات بنضيفهم على بعض بنسب معينه، لازم نتاكد ان النسب دي مظبوطه. 50 مثلا جرام زنجبيل، 100 جرام بابونج، 150 عرقسوس او نعناع ناشف. ده البدائل. العرقسوس للحالات اللي عندها ضغط او فشل كلوي او مشاكل في الكلى عموما او امراض القلب. خلاص كده. طيب في حاجه تانية، في حاجات تانية محاذير بقى. الاكل اللي كله توابل بلاش يا جماعه. التوابل الحريفه، الفلفل، الشطه، البهارات، الحاجات اللي بتعمل ايه، الريتيشن او تهيج في جدار المعده. في عندنا ايه تاني، النوم. النوم بدري. والنوم ازاي؟ لا ده انا بجيب 3 مخدات مثلا وبنام عليهم. طب ما انت عملت مشكله في الفقرات العنقيه. لا احنا بنرفع السرير. هتقولي نرفع السرير زي من الامام، بطوب. يعني انا بجيب لكم طرق، يعني بصوا حاجات اي حد ممكن يعملها. طوبتين على الرجلين بتوع السرير او تحتيهم، هيرفع السرير. يرفع لك السرير وتنام عادي جدا بمخده عاديه، ولكن لازم نرفع الجزء الامامي من السرير. طيب في حاجات تانية ابتعد تماما عن المقالي. ايوه انا سامع حد بيقول مقالي، ما نقليش بقى خلاص، اي حاجه مقليه لا، الفاست فود لا، كل حاجه مسلوقه او مشويه. من ضمنها ومن يعني جمالها ان هي بتحافظ لك على يعني ارتجاع المريء على المدى الطويل، ان ده ما يحصل لكش. فاحنا بناخد بالنا من الحاجات دي. جميله جدا الطرق البسيطه دي جدا. انك بتتمشى قبل الاكل، بعد الاكل ليه يا جماعه ما ينفعش نتمشى؟ الجسم بيعمل 3 حاجات، يا بيبني يا بيهضم يا بيتناسل. دول 3 وظائف للجسم. حضرتك انت كلت يبقى بتهضم، هتمشي ازاي؟ مش هتعرف تمشي. مش قصدي مش هتعرف تمشي، ولكن مش الهدف المرجو من المشي هيتم. ايه الهدف؟ انك بتاكل تمام جدا كله تمام، وبعد ما خلاص كده لازم قبلها تكون قايم بتمارين رياضيه. ممنوع شرب او الاكل قبل النوم ب2 ساعة. ريح المعده، ريح الامعاء، ريح المريء. انك قبل الاكل ب2 ساعة، قبل النوم ب2 ساعة. ممنوع الاكل او الشرب لفتره 2 ساعة. وان شاء الله باذن الله تبعتوا لي وتقولوا لي عملتوا ايه الناس اللي كلموني على التهابات المعده وارتجاع المريء. دي كانت اول فقره صحتنا في معلومه، وندخل على الفقره الثانيه بسرعه. الفقره الثانيه انا وعدتكم المره اللي فاتت، او اللي هي اسال مع دكتور نوره، وعدتكم ان احنا نوضح كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المراه. ولكن نظرا للمشاكل العويصه الكبيره جدا جدا اللي جات لي الفتره اللي فاتت، مش عويصه من وجهه نظر اصحابها، الخيانه الزوجيه، فانا غيرت. انا هعمل كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المراه ان شاء الله الاسبوع الجاي. ولكن انا كنت حابه القي الضوء المره دي على هذه المشكله العويصه اللي هي بقت في معظم كل البيوت. طيب الخيانه الزوجيه، غالبا ما يقوم بالخيانه هو الرجل. في نساء بتخون، انا ما بنكرش ده، وما بنقول. في ناس بيتصلوا بيا نساء بتقول انا يعني بتحكي لي مثلا تقضي ازاي على الموضوع ده، لان هي مياله ان يبقى عندها خيانه للزوج او للطرف الاخر. وفي طبعا رجاله كتير لا تعد ولا تحصى، هم اوريدي المشهورين بعمليه الخيانه. طب الخيانه من الفعل او من الشخص القائم بالفعل هو الرجل، غالبا 80% من الخيانات من طرف الرجال. طيب دلوقتي احنا عندنا الرجل ده طبع فيه ولا حاجه ابتلاء؟ الناس يقول لك ايه ده طبع. طيب الطبع معناها انه مولود بيه. طبعا الرجل مش مولود بيه، يعني الطبع هنا بيشفع للشخص هذه الجزئيه ويقول انا فعلا ده طبعي. لا هو مش طبع، هو حاجه مكتسبه وأثرت ودخلت في جزء من الشخصية أو كل الشخصية، ولكن الرجل هو اللي سمح بده يحصل. كل ما أوتت له الفرصة أنه يبص على نساء من خلال مواقع، يعني من خلال يعني كذا طريقة هو الرجل يعرفها أكتر. كل ما جات له الفرصة كل ما عينيه اتسعت على الخيانة. كل ما شاف حد معينة مثلا عينيها عجبته، واحدة تانية مثلا مشيتها، واحدة تانية كده، بيكون في ذهنه صورة عن الشخصية المثالية اللي نفسه يرتبط بيها، أو حتى لو متجوز نفسه في شخصية متجمعة، العين حاجة مثلا، العين أنجلينا جولي والفم مثلا منى زكي على حسب يعني، فطلعت صورة كده مش هيلاقيها أبدا، فبالتالي لا يشبع، أو امرأة واحدة لا تكفي لهذا الرجل. طيب إحنا هنا عشان نحل ولا ندمر البيوت؟ خصوصا بعد الإحصائيات اللي بتأكد إن كل 4 دقايق في حالة طلاق في مصر. طيب وبعدين هو انا جايه هنا عشان نطلق الناس او نخرب البيوت؟ اطلاقا، احنا ما بنعملش كده. بس كمان في حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، انت مخيره تكملي بنسبه 50% حياتك مع الرجل او ما تكمليش، انت حره، يعني انت صاحبه القرار في هذا الموضوع بشكل بحت لأبعد حد. طيب هنحل ازاي المشكله؟ طيب دلوقتي هنتكلم بسرعه من خلال أسئلة اتعرضت عليا من حضراتكم. أول سؤال بيقول، يعني علشان إيه نتكلم بصراحة بوقت يعني، طيب إحنا عندنا في مراحل لاكتشاف خيانة الرجل. قبل السؤال يعني ما نتكلم في الأسئلة، هنتكلم بالظبط الست بتفكر إزاي في هذا الموضوع. بتفكر ان العيب فيها، بتفكر انه لا هدور وراه تاني عشان اكتشف دلائل، وادور وابحث واشوف موبايلاته واشوف الباسوردز واشوف اصحابه، وتفضل ايه عينها في وسط راسها، سايبه حياتها وسايبه اولادها. رجاء بس اول حاجه قبل ما نتكلم في اي حاجه، ارجوكي الست اللي حياتها كويسه مع زوجها ما تدورش وراه. اللي حياتها مش كويسه بتبتدي الدنيا تتضح، لو ربنا عايز يكشفه ليكي هيكشفه جدا، ربنا لو اراد حاجه بتتم. فرجاء محدش يدور، محدش يدعبس، بلاش الزوجه المصريه تدعبس كده، تفضل قاعده زي القطه تقعد تبص كده وتبص كده، وادي ايميله، يا ترى كلم مين، افتح لي مسجاتك، افتح لي. طيب دلوقتي مرحله الشك دي لو الزوج ادركها انك شاكه فيه، اقسم بجلاله الله ما تقدري تمسكي عليه حاجه. هيبتدي بقى يحرص على سكيورتي اكتر، في مليون باسورد للموبايل، هياخد حذر وتمام، ياخد الحذر، يعني هيعمل اجراءات احترازيه ملهاش حل علشان خاطر ما تقدريش تمسكي عليه حاجه. وخصوصا لو الزوج بتاع لف ودوران ومراوغ، عمرك ما هتاخدي معاه حق ولا باطل. طيب ليكن ان الست فجاه بقى اللي هي ايه، ب100 راجل انا اكتشفت انك خاين، اواجهه؟ اول سؤال، هل يجب عليا مواجهة الزوج؟ الحقيقة لأ. ليه لأ؟ عشان هيحصل كل واحد انت هتتهميه انه كذاب. أول حاجة هينكر، في أزواج هتنكر. تاني حاجة هيعمل عليكي إسقاط، يقول لك العيب فيكي، أو الشيطان يدخل بقى في الثالثة دي بالذات، ها؟ لما يلاقيكي كده بتنكدي عليه، تمام؟ وإن أنا اكتشفتك وأنت 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 وأنت، تمام؟ هيجي الشيطان يقول له إيه؟ انت التانية يعني الزوجة او الشخصية التانية اللي انت عارفها راحتك معاها مش مع دي. هيبتدي فعلا يقولك، هيخيرك بينها يعني بينها وبينك، هيقولك يا تختاري نفسك، او يعني هو كده اذا كان عاجبك، يا اما انا هتجوزها، حتى لو ما كانش عنده النية، مجرد انك جرحتي الايجو بتاع الزوج. انت عايزة ايه من الزوج غير معاملة كويسة ليكي وللاولاد؟ خلاص كده، ده اول حاجة. خلاص يبقى انا ما واجهش، لو واجهت بيبقى معايا الادله بهدوء. مفيش ست بتكتشف خيانه الزوج وتبقى هاديه، يعني حاطه اعصابها في ثلاجه كده وهاديه وحصل كذا كذا ولقيت كذا. ممكن تجيب له الموضوع من بعيد، تقول له والله فلان جارنا مراته اكتشفت خيانته وحصل مشاكل مع الاولاد، وحصل مشاكل وحصل حاجات كتيره جدا، فاحنا خلاص كده يعني ايه ناخد بالنا بقى، والمفروض الحمد لله ربنا يديمك نعمه في حياتي، وبشكرك ان انت في حياتي وانا ما اقدرش استغنى عنك، وشكرا ليك وربنا ما يحرمنا منك. الكلام ده كله بديله فكره بس بطريقه غير مباشره. المواجهه مع الزوج هتطلعي خسرانه 100%، هيجي يقول لك ثانيه واحده، هو بيبقى خايف اصلا انك تعرفي، عامل كل احتياطاته انك ما تعرفيش، خلاص حاجز الخوف اتكسر، ايه خلاص انت بتقولي انا يعني انا عرفت كل حاجه عنك، خلاص يقول لك اضربي دماغك في الحيطه، انا حر، مش انت اللي هتقولي لي هعمل ايه، انا حر، انا راجل واعمل اللي انا عايزه. هتبتدي عفوا يا جماعه معلش معانا اتصال. الو عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك الله يخليك. انا كان معايا مشكله كده بس بخصوص عندي المدام والعيال، دايما على طول هي شاكه فيا، وانا اساسا ما بصرفش اي حاجه، الا بكون يعني مخلي بالي من تصرفاتي، ولكن هي دايما حاسه ان انا يعني في حاجه في دماغي، وانا والله العظيم بعمل ربنا وبشكي ربنا فيها، وهي دايما على طول شايفه فيا ان انا لا انا مش انا بطلع بره البيت بشوف شغلي وامارس شغلي، بس هي شايفه فيا يعني ايه حته فلانه، وانا والله العظيم بتقي ربنا فيها قوي، اللي هي مش ممكن اكون بعمل حاجه يعني ضدها، ان هي بتراعيني مثلا بتراعي عيالي، فانا بشوف ان انا مثلا ايه ابقى يعني مش عايز ان هي تحس ان انا مثلا بعمل حاجه غلط من وراها، وانا والله العظيم بحبها، بس هي ممكن تشوف ان انا مثلا ايه يعني مش عارف اوصل لها ده يعني. كنت عايز حضرتك يعني مثلا تقولي لي اعمل ايه. تمام هقول لحضرتك حالا في كلمه ونص كده. دلوقتي زوجة حضرتك شكاكه، تمام؟ الشكاك عايز ايه؟ المعلومه والمكان والمصدر بتاع المعلومه، انت فين وايه الادله، لو انت عايز تتحمل. بس هي لو وثقت فيك كذا مره هي بتبتدي تمشي وراك على طول، يبقى انت بتديها مكانك والزمان. لو انت باقي عليها، في ناس بتتخنق يقول لك ليه؟ هو انا عملت ايه وحش؟ وممكن تصرفات حضرتك من غير ما تقصد، اتكلمت عن مرات مش عارفه صاحبك مثلا ان هي كويسه او جميله او الى اخره، ابتدت تشك انك بتعرفها. فحضرتك حاذر من اللي بتقوله قدام الست الشكاكه، حاذر جدا، لان كل ما تجيب سيره انثى قدامها هتحس انك على علاقه بيها. فاحنا ده من الاخر الموضوع. تاني حاجه، زوجتك لو مركزه على نفسها اكتر مش هتبقى حياتها متقسمه معاك 50% ليها وللولاد و50% لحضرتك، انما هي مركزه معاك تماما، فزوجتك مش بتحبك كمان، لا متعلقه بيك جدا، فبالتالي التعلق ده عامل الغيره الشديده الحاصله في العلاقه، هي بتغير عليك جدا 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 من النساء الاخريات، سواء في شغلك او الناس اللي حضرتك بدون قصد بتتكلم عليهم. فيا ريت نخفف حده الكلام. الرجل الشكاك كمان الست ما تذكرش قدامه رجال ابدا ابدا، في الشغل زميلي، في رئيسي، مش عارف، ابدا ما تجيبش سيره، لانه هيفهم بقى، هيقعد يترجم زي ما هو عايز انه انت على علاقه بهذا الشخص. طيب في سؤال جاني تاني. الو معلش يا جماعه معانا اتصال. اهلا وسهلا، اتفضلي. الو السلام عليكم. الو استاذه ميار، اتفضلي، اهلا بحضرتك. ايوه حضرتك ازيك يا دكتوره؟ علي الصوت لو سمحتي يا فندم. ايوه حضرتك سامعني كده؟ اتفضلي. ممكن اقول لك يعني قولي. انا في تردد صوت. نعم سامعاني حضرتك؟ سامعاكي، اتفضلي يا فندم. ماشي. انا بقالي 5 سنين متجوزه يعني، ف ساكنه جنب في بيت عيله. طيب بس يعني جوزي من النوع ان هو ايه الكلام يعني اي حاجه بينا بتحصل بيوصل لاهله يعني، فاهماني؟ فعامله لي مشاكل معاهم، بكون كويسه معاه ويجي مثلا يقول لهم ده هي مثلا حصل كذا كذا، يعني مش بعرف اواجهه يعني. تمام انا فهمت حضرتك. بيزعلوا مني انا. معلش بستأذنك، هتتصلي بيا بعد الحلقه وهقول لك بالظبط تعملي ايه لو سمحتي. خلاص؟ ونقول الو معانا اتصال تاني. استاذ عادل اتفضل. ايوه عامله يا دكتوره الله يبارك فيكي. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا كنت عايز بالنسبه كان حاصل معايا مشوار جواز يعني، وحصل طلاق بعد كده. ايه يا فندم؟ عفوا. حصل مشوار جواز وبعد كده طلاق. يعني بالنسبه كنت متزوج وحصل مشوار طلاق، وبالنسبه لحته اتجوزت قبل العده، وكان يعني بالنسبه للخيانه والكلام ده يعني الاتصالات والتليفونات والكلام ده، وده عرفتوش غير بعد ما حصل مشوار الطلاق، واتجوزت قبل العده باسبوع او 2. بس هو المشكله دلوقتي انها بتطلع كلام كتير يعني، وكنت داخل في كذا مشوار خطوبه ووقف بالنسبه لكلامها يعني، رغم ان هي اتجوزت بعد كده. استاذ عادل انا بستسمحك بس هتتصل بعد الحلقه، ويا جماعه اي اتصال هيبقى بعد الحلقه لانه يا دوبك كده هقدر اغطي النواحي بتاعه الخيانه الزوجيه على السريع. اتصلوا بيا الناس اللي عايزين او المشاهدين الاعزاء اللي عايزين يتصلوا بيا يتفضلوا بعد الحلقه، لان في كذا ايتم تاني احنا هنناقش بسرعه ونقول نتعامل ازاي في حاله الخيانه الزوجيه. هنبدا من اول وجديد. طب لو الزوج دي اول خيانه انت اكتشفتيها انتهى، بتديله فرصه وثانيه وثالثه ورابعه وتديله الثقه، كل الباسوردات تبقى مفتوحه، انت كل ايميلاتك مفتوحه بالنسبه له، هو نفس الشيء لو هنبدا صفحه جديده. طيب ايه تاني بنعمله؟ الثقه بالنفس، زودي ثقتك بنفسك، وقفي تفكير العيب مش فيكي، في الشخص الاخر، في الشخص الاخر. يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتخون الرجاله، بالنسبه يعني الرجاله عندها انا اسفه يعني هو ربنا في بعض الناس بيبتلوا بالشهوات. في ست تحب نجاحها وشغلها وحياتها عن بيتها، ده شهوة النجاح. في رجل يحب النساء عموما يعني برضو نفس الكلام. في رجل يحب الفلوس، يحب يعني اي حاجه بنحبها زياده عن حدها اسمها ابتلاء بالشهوات. فطبعا احنا ما بنتكلمش في الجزئيه دي، احنا بنتكلم بس ده مش الطبيعي، مش الطبيعي خالص. طيب هنعمل ايه تاني؟ زود الثقه بنفسها. طيب هل ممكن ترجع العلاقه بعد الخيانه؟ نعم او لا، وخصوصا انك لو متاكده انه هيكرر الخيانات في عندك حلين، يا تنفصلي، في ناس لا تقبل، والناس اللي تقبل تقول لك ايه خلاص يقعد في شقه وانا في شقه، في اوضه وانا في اوضه، بس احنا عايشين مع بعض، ولادنا بينا بدل ما ينفصلوا عننا، خلاص تمام. وفي ناس بتاخد لها مثلا الدور الاعلى وهو الدور الاقل على حسب يعني ايه المكان اللي هم عايشين فيه. فطبعا احنا الموضوع ده لا ينتهي اصلا، فاحنا لسه بنتكلم على جزئيات ثانيه. في سؤال ثاني جالي دلوقتي من زوجة تانية، هل الزواج من الزوجة التانية يعتبر خيانة؟ أنا مش فاهمة السؤال إزاي يعني، أنت حضرتك بعتالي بتقولي لي خيانة ليه؟ أنا مش فاهمة، هو الراجل تزوجك على سنة الله ورسوله، إيه بقى السبب إن هي قالت كده؟ أصل بيقولوا عليا خطافة رجالة، لا معلش، لا 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 لا، ما تسمعيش للكلام ده كله، أنت زوجة تانية على سنة الله ورسوله، يعني لا قدر الله ما فيش أي علاقة مش طبيعية بينك وبين الرجل اللي أنت عايشة معاه، فبالتالي طز في اي حاجه، هو اختارك واتجوزك، خلاص انتهى الموضوع، مش مهم الناس بتقول ايه، مش مهم، اخر همك، خلاص ده لا يعد خيانه. طيب انا بنصح بالطلاق في حاله واحده في موضوع الخيانات الزوجيه، لو هينقل للمراه امراض جنسيه وللجنين. في حد اتصلت بيا بتقول لي انا في اتصابت بمرض جنسي هي والجنين، قلت لها اطلبي الطلاق فورا، اطلبي الطلاق من زوجك، ما تكمليش معاه طالما الخيانه وصلت بهذا يعني الحد المشين الذي لا علاج له. طيب هل الراجل ده بيتوب؟ الحقيقه لو هو عايز، بس في ناس بتتوب بس بتاخد امد طويل وعمر طويل كده عشان خاطر يقدروا يتوبوا. طيب وفي ناس لا، في ناس بتفضل ماشيه يقول لك ده طبع. يا جماعه يا اعزائي المشاهدين والمشاهدات، الخيانه ليست طبعا انما عاده مكتسبه، والشخص هو اللي بيأصلها بنفسه طول ما عمل تركيز عليها، طول ما عمل جات له فرصه واستغلها. الحقيقه الخيانة صفة ذميمة مكتسبة سواء من الرجل أو من المرأة. طيب في عندنا إيه تاني بسرعة؟ معلش عشان الأسئلة كتيرة والله، وأنا يعني أنا بحاول أغطي بسرعة الكلام ده كله. طيب إحنا عندنا طبعا في ناس سألتني أسئلة تانية غير الخيانة، الرجل اللي خان زوجته في مرحلة ما تبحث عن التقصير، التقصير ليس فيها ولكن في علاقتها معاه. طيب هو الزوج اللي بيبص بره، عنده مراته بالدنيا كلها واتجوزها وام الولاد بس مع الروتين والملل الزوجي حصل ايه؟ ما بقتش فرفوشة زي الأول، ما بقتش بتهزر، ما بقتش معرفش ايه الحاجات اللي بتعملها قبل كده، اللي هو بيتجوزها يعني متجوزها عشان الحاجات الصفات الحلوة اللي بتنمي فيه الحياة. تمام؟ فاحنا يعني تعمل ايه الزوجه في موضوع زي ده؟ او لو عرفت ان زوجها، او هل هذا الرجل يعني زي ما احنا بنقول يعني دور ليه بره؟ دور بره علشان حاجه واحده، عشان الروح المرحه اللي فقدت في المراه، فلو رجعت مرحه تاني اتحلت المشكله. التواصل معاه بانتظام وباستمرار، تبحث عن نقاط التقصير. بس ثانيه واحده، لو ضربت المراه بالمراه اول حاجه بيتم زعزعه فيها، أول حاجة بيتم معلش يا جماعه والمفروض اختم بس هقول اخر حاجه بسرعه. زهزهه ثقه المراه بنفسها عندما تضرب المراه بالمراه، فلا العيب مش فيكي ولكن في الرجل. خلص كلامنا النهارده للحلقه دي، وكلامنا عموما لسه ما خلصش، وهنواصل كلامنا باذن الله في الحلقات القادمه مع برنامج صباح الحياه يوم السبت الساعه 12:30 ظهرا. الى اللقاء.